تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الوطنية، مسائية إخبارية مفصلة لليوم الاثنين، وفي أبرز عناوينها تتابعون: رئيس منتدى الديمقراطية والوحدة: اتفقنا في الدردشة مع الأمين العام للحكومة على ألا نتفق. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل دعوة للاستقالة الجماعية بعد استقالة نائب الطينطان. المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد إيرا ومنظمة العفو الدولية وتحذر أعضائها من الانشراف وراء الدعوات العنصرية. المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول في ندوته الأسبوعية موضوع البرور وآثاره الإيجابية على المجتمع. ضمن هذه المسائية الإخبارية تتابعون أيضا المتقاعدون بين التمسك بالعمل واختطاف حلم حملة الشهادات. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة زوال اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. أوضح فيه الرئيس الدوري الجديد للمنتدى سيد أحمد البابامين أن المنتدى ما زال على موقفه المتمسك بالحوار الجاد، مشددا على أنه لا جديد في موقف السلطة من الحوار، رغم أن من تابع التصريحات الأخيرة للوزير الأمين العام للرئاسة يشك أن المنتدى والنظام اتفقا على كل النقاط. المنتدى اللي بعض الناس يشكوا عنه ما عنده رغبة في الحوار، أنه هو اللي لوّد الحوار فعلا، هو اللي في حاجة للحوار، هو اللي الأحزاب اللي فيه وجميع مكوناته ضحات بكل ما عندها من أجل ترخيص ترسيخ دولة قانون. ولذلك بسبيل المثال نختار نذكر عن جميع أحزاب المنتدى ضحى بكل ما كان يقدر حاصل عليه اليوم من مقاعد في البلديات وفي المجالس البلديه وفي البرلمان من اجل ان يعود القانون، هو اللي يراس ويعود شبابيه هي العود تطبع جميع الانتخابات اللي يعادلها موريتانيا. والبابامين قال إن ما حدث هو أن الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي المحمد الأغلف المكلف بملف الحوار اتصل بالرئيس الدوري للمنتدى وطلب منه استئناف جهود إطلاق الحوار. بعض التصريحات اللي سمعنا ليلة ماضية من طرف الوزير الأمين العام للرئاسة والمكلف بالحوار من طرف الدولة، واللي حد سمعها يشك فعلا عن المنتدى وسيد الوزير انهم فاتوا حصلوا على انهم فاتوا تحاوروا وحكما توافقوا على كل شيء الا نقطه واحده. هذا حد سمعه فعلا بالنسبه لبعض المنتدى استغرب من هذا الاسلوب، لانه الحقيقه شنو هي؟ الحقيقه انه فعلا السيد الرئيس الوزير الأمين العام للرئاسة اتصل برئيس المنتدى وعبر له عن رغبته في اللقاء، وعقبه اتفقوا عن بدل من وفد اللي كان مقترح اللي اقترح هو عن دي المرحلة ما فات التحقت، وعن يتبدأ أولا تعد الدردشة ما هي ما علم مثلا ديسكريت لا مثلا
ما هي قاعة مستورة غير بعد ما هي علنية على كل حال، ولا تحتاج تعود تشتد أخبارها لين تعرف مدى كانت قد فعلا تتوافق على الشيء تقد وأضاف والبابامين بالقول إن الأمر لم يرقى بعد لدرجة العودة للقاء وفود من الطرفين، واقترح عليه لقاءات فردية انتدب لها المنتدى أحد قياداته. وشدد والبابامين على أن موفد المنتدى عقد 3 جولات مع والمحمد الأغضب، وتفرق في آخر جولة بخلاصة تؤكد أنهما اتفقا على عدم الاتفاق، وأنهما لم يتوصلا لأي أمر أساسي حول الحوار السياسي حسب قوله. وغير بعيد عن الموضوع السياسي، أثارت استقالة نائب مدينة طنطان سيدي محمد والسيدي من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل أثارت حفيظة بعض قادة الحزب، ما جعل نائب رئيس الحزب محمد غلام للحاج شيخ يطالب في تدوينة له تناقلتها وسائل الإعلام منتخبي الحزب باستقالة جماعية احتجاجا على ما وصفه بالضغوطات التي يواجهونها من قبل النظام الشيخ المهدي والبنيجارة. وقراءة في الموضوع: أدت استقالة النائب البرلماني عن مقاطعة طنطان القيادي بحزب التواصل سيدي محمد والسيدي إلى تناثر أوراق قيادة الحزب وانقسامها على نفسها بين مؤيد للدخول في الحوار المرتقب بين النظام في موريتانيا والمعارضة والرافض له جملة وتفصيلة. إعلان الاستقالة جاء في رسالة موجهة إلى رئيس حزب التجمع للإصلاح والتنمية، حيث أكد فيها النائب أن استقالته تأتي بعد محاولة طويلة لفت فيها انتباه قيادة الحزب للأخطاء والمواقف التي اعتبرها مخالفة للصواب والمصلحة. هذه الاستقالة التي رأى فيها نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد غلام للحاج الشيخ غرصنة النظام لكتل ناخبيه ومنتخبيه وأطره وعموم المعارضين، متهما إياه باستخدام مؤسسات الدولة في تصفية الحسابات وإذلال المناوئين له وإرغامهم على الالتحاق بالحزب الحاكم طوعا أو كرها. جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي بعد يوم واحد من استقالة نائب مقاطعة طيطان، ملوحا فيها بإمكانية استقالة جماعية لنواب الحزب في الجمعية الوطنية. فهل سقطت ورقة التوت الأخيرة بين النظام والحزب ذو المرجعية الإسلامية تواصل الشيخ المهدي والبنيجارة الوطنية؟ في أول مهمة له بعد توليه وزارة النفط والمعادن، قال محمد عبد الفتاح وزير البترول والطاقة والمعادن الجديد والرئيس الدوري لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، إن الاجتماع الطارئ للمنظمة سيركز على ملفات بعينها نظرا لما تتطلبه من اهتمام خاص كقدرات المنظمة وما يعترضها من عراقيل. الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة أكد خلال افتتاح دورة الطارئة لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات في نواكشوط أن مستقبل المنظمة يعني إقامة المزيد من البنى الإنتاجية في مجال الطاقة وتسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات وتعزيز الأمن الغذائي وتكاتف الجهود بغية المحافظة على البيئة مع إدماج بعد التغيرات المناخية حسب تعبيره. دشنت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أمال منت مولود مباني مدرسة تكوين المعلمين بكي هيدي، والتي تضم 6 فصول ومدرجا كبيرا للدراسة ومطعما ومباني للإدارة وسكنا للحراس. جاء التدشين خلال جولة داخلية للوزيرة قادتها إلى ولايتي البراكنة وغورغولا. كما دشنت الوزيرة توسعة لمبنى سكن الوالي والمباني الإدارية الجديدة للولاية والمقاطعة، تفقدت خلالها سير العمل في ورشات أخرى لبناء منشآت مدرسية وخدمية بقرى صبها الله والقصيبة واحدة، وحثت القائمين على الأشغال على بذل الجهود لإنهاء الأشغال في الوقت المحدد مع المحافظة على احترام المعايير الفنية المطلوبة في الإنجاز.
عقد الطلاب الموريتانيون المتفوقون في شتى الشعب والمحرومون من المنحة لهذا العام مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بالعاصمة نواكشوط. عبروا خلاله عن إدانتهم لقرار الإلغاء الجائر على حد وصفهم، مطالبين وزير التعليم العالي بالعدول عنه والسماح لهم بالمنحة التي يرونها حقا لا يمكن التنازل عنه ومصلحة تخدم البلاد، حيث يتخرج أبناؤها بأعلى الشهادات من أعلى الجامعات. ولتسليط الضوء أكثر على الموضوع، معنا هنا في الاستوديو محمد ولا الفاضل أحد الطلاب المتفوقين. إذن محمد الفاضل، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة الوطنية، أشكرك على تلبية الدعوة. بداية، كيف تلقيتم قرار وزير التعليم القاضي بمنعكم من المنحة؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على رسول الكريم. البداية خاطر نختار نشكر قناة الوطنية على اللي تحت الفرصة لدار الثراء العام حول القضية اللي ياسر الناس كي كان معها تعلم به. نحن الطلاب القرار بياسر صدمنا، ياسر سببنا صدمة كبيرة فعلا، لأن من منذ إنشاء جامعة نواكشوط والأوائل دائما يمتنحوا من تخصص وإرجاج واحد. كنا منتظرين 2016 اللي تنزاد قاعد نسبة 10 متخصص واحد ولا 20 فعلا، واللي زاد اللي كان مأكد انه الفكره قاعده حتى الماستر ما يخالفهم المقصود ولا في جامعه نواكشوط ولا في موريتانيا. تمينا لين عقب ياسر من منين جبنا ملفاتنا وذا كامل، وبيلنا كنا شاكلنا ماشيين قاع في ماستر ما بورس. هذه المنحه كنا شاكلين عنها حق ولا في قاع كلام، تاخذ تدريجيا بعد تلقائيا الين خاضت اللوائح طلابنا منوحين اللي هم نحن مقصيين منها هاي. عدة تخصصات، واللي سبب لنا صدمة كبيرة ان تخصصاتنا قاعد معدلين عاد مقبولين بازدراء وانهم قاعد ما مهمين. قالنا بورس نطلع لنا تخصصات علمية. شنو هي التخصصات بالضبط؟ هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه خالقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية، يعني قانونيين والاقتصاديين ما يجبروا بورس. كلية العلوم الاداب، كلية الاداب والعلوم الانسانية، المعهد العالي للدراسات البحوث الاسلامية، جامعة العيون، المعهد العالي للمحاسبة، والمفارقة انهم قبلوا أربعة تخصصات من أصل تسعة، يعني خمس تخصصات قالوا لهم ماكم ماكم جابوا لهم بورس. وهذا قرار سبب لنا فعلا صدمة كبيرة واختياره لا يطاق. إذا ما هي الإجراءات التي تنهون القيام بها في المستقبل؟ زين فعلا، أول هذه قرارات الإجراءات قبلنا اليوم عندنا مؤتمر صحفي بالتعاون مع الأستاذ المحامي سيد مختار السيدي طبعا معروف، ومن خلاله مشينا رسالة للوزارة نذكرها بأنها هم إلى حد ساعة ما توخذوا قرار. ما عرفنا رأينا أي رفض منهم من بورسنا. نأخذهم مشينا لهم رسالة جيهم الصبح على ذلك نذكرهم بهم من بورسنا وعنده فيه الحق ويعطي موجود. الصبح عندنا وقفة قدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داعين الناس كاملة تشارك فيها لأنها تعاون تلاميذ. مسألة ما هي مسألتنا احنا، مسألة الأجيال الجاية ما تلا يجبر حد منها بورس. وتخصصات ما تقيس الخارج ولا تاهل يستفادوا من خبرات في الخارج وذا كان. واضح. إذا ما هي رسالتكم للرأي العام؟ الرأي العام طالبين الناس كاملة من نقابات طلابية ومن طلاب ومن أساتذة جامعيين، بالمناسبة مشهور رسالة هون لنقابة الأساتذة الجامعيين والناس كاملة الحريصة على التعليم في موريتانيا وعلى التعليم العالي أساسا، أنهم يوقفوا معنا في المحنة وراجعين قاع على القرار لا يتراجعوا عنه لوزارة التعليم العالي اللي قرار على ما أظن ما هو قرار صائب ولا كان مدروس. لماذا تقول عن تخصصات علمية وهي ما علمية؟ قانون الاقتصاد هذه كانت تخصصات علمية، هي قالوا جامعة كلية العلوم القانونية والاقتصادية يعطون يعودوا بعد علوم ويجبروا يستفادوا من محكمة الناس. إذن ونحن نتمنى لكم التوفيق محمد ولا الفاضل، أشكرك جزيل الشكر. إذن هذه النشرة متواصلة من قناة الوطنية، لكن بعد فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا.
النقل الخبري بوطنية، المحافظة على الوحدة الوطنية، الإيمان بالوطن والانحياز للمواطن. هذه هي قناة الوطنية، هي قناة الوطنية، هي قناة الوطنية. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام. ما انتقد رئيس المبادرة الموريتانية لحقوق الإنسان الحسين جينغ مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا، واتهمها بالعمل على تحريف الحقائق بخصوص وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا. وقال الناشط الحقوقي الذي سبق أن كان أمينا عاما لحركة إيرا في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السنغالية دكار، إن إيرا متواطئة مع منظمة العفو الدولية وإيريجانس أفريكا من أجل استهداف موريتانيا، محذرا من مغبة استغلال القضايا ذات الطابع الإنساني لأهداف سياسية، ومشددا على ضرورة الفصل بين السياسة والعمل الحقوقي حسب تعبيره. أصدرت محكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم إفادة منطوق حكم ببطلان انتخابات الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية الناتجة عن الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 28/12/2015. وبحسب ما صدر عن كاتب الضبط في المحكمة بعد اطلاعه على سجل الجلسات العادية في القضية رقم 16/2014، والتي تشمل كل من محمد والأمينات وآخرين معه من جهة ضد خطر والأحمد سالم رئيس المكتب التنفيذي للائحة رقم 1، من جهة أخرى فقد تم صدور الحكم بناء على ذلك، وهو ما يقتضي بطلان الانتخابات حسب ما جاء في منطوق الحكم. في ندوته الأسبوعية تناول خطب المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في محاضراتهم عدة مواضيع، من بينها البرور وآثاره الإيجابية على المجتمعات. الندوة تخللتها قراءات شعرية تمحورت حول وصف شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام. صلاح الدين سيد أحمد معه المزيد. تحت عنوان نصرة الله ورسوله، نظم المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرأسه الشيخ علي رضا بن محمد ناشي الصعيدي ندوة في قرية التيسير شمالي العاصمة نواكشوط، بحضور جمهور تقوده المحبة ويسوقه الشوق إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. جمهور اصطف في خشوع تلهفه سكينة ووقار في ختمة قرآنية عود المنتدى عليها جمهوره الكريم. لا مرحبا أهلا، وقد كنتم أهلا لآلاف ألف من ألا مرحبا أهلا، وقد كنتم لا زلتم أهلا مرحبا، وكانت ولا زالت لكم مرحبا أهلا. فالترحيب لا ينقطع ولا يتوقف بمن جاءوا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرحبا وأهلا وسهلا. وبعد ترحيب الأمين العام للمنتدى محمد محمود والبد بالحاضرين، اعتلى المنبر العلامة الإمام الأعمر محاضرا عن البرور، فأفاض وأجاد وأفاد. البرور، ثم لما نورنا علمنا أن البرور لا تسعه محاضرة ولا محاضرتان ولا أكثر من ذلك، فالكلام عليه طويل والأحاديث فيه كثيرة وكلام العلماء كثير. بعدها تعاقب على منبر النصرة علماء وشعراء وأدباء وشباب في إلقاءات شعرية أظهرت كامل المحبة ودفين الشوق وتفننت في ذكر أوصاف الحبيب وشمائله. صلاح الدين سيد أحمد، الوطنية. في
في ظل انتشار البطالة بين حملة الشهادات من الشباب الموريتاني، تحتفظ بعض الإدارات الموريتانية بعمالها الذين تجاوزوا السن المسموح بها قانونيا في مواصلة العمل، بينما يرى الشباب أنهم اختطفوا حلمهم في التوظيف. عبد الله الزبير والتفاصيل. 60 سنة بالتمام والكمال هي السن القانونية للتقاعد على أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالنسبة للجنسين، حسب آخر مرسوم معدل لبعض أحكام القانون الصادر 67900 القاضي بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي، مما يعني ضمنيا أن فترة العمل لن تكون دون 20 سنة بموريتانيا. لكن الإدارة الموريتانية ظلت تحتفظ ببعض المتقاعدين لأسباب شتى. تقدمت قناة الوطنية بسؤال وزير الاقتصاد والمالية عنها، فلم يتردد في الإجابة مبينا أسباب تشبث بعض الإدارات ببعض المتقاعدين الموريتانيين. وفي انتظار أن تجد الدولة حلا لهذه المشكلة، يكتفي بعض حملة الشهادات بمتابعة الموظفين المتقاعدين وهم يسرقون أحلامهم بالتوظيف على مرأى ومسمع ومباركة من القائمين على الشأن العام. عبد الله الزبير، الوطنية. نفتح الآن وإياكم صفحة الأنباء الدولية صحبة السيد أحمد. تم ملتقى الشباب الإسلامي المسيحي فعالياته التي شهدتها مشيخة الأزهر الشريف في القاهرة، وأكدت توصيات الملتقى على أهمية استمرار الحوار بين الأديان والثقافات للحد من نشر الأفكار المتطرفة. يواصل الجيش السوري عملياته الدفاعية الاستراتيجية عن مدينة دمشق بتقدمه في عمق الغوطتين الشرقية والغربية، ليصل إلى تخوم مدينة دوما معقل المسلحين في الجزء الشرقي. أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية بانفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال، وأفادت رويترز بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، فيما قال شهود عيان إن الانفجارين تبعهما إطلاق للنار وتبنت حركة الشباب الصومالية الهجوم. تسبب حريق ضخم اندلع بقرية جبلية في داغستان جنوب روسيا بتشريد نحو 500 شخص وجعلهم بلا مأوى، وقال مصدر بخدمات الطوارئ في جمهورية داغستان الروسية إن النيران التهمت حوالي 80% من المباني في القرية، مشيرا إلى أن التقارير الأولية رجحت اشتعال الحريق بسبب تماس كهربائي. شكرا أننا سيد أحمد، وبذلكم نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة. وقد ورد فيها رئيس منتدى الديمقراطية والوحدة: اتفقنا في الدردشة مع الأمين العام للحكومة على أن لا نتفق. حزب التجمع الوطني للإصلاح في تواصل: دعوة للاستقالة الجماعية بعد استقالة نائب الطنطان. المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد إيرا ومنظمة العفو الدولية وتحذر أعضاءها من الانجراف وراء الدعوات العنصرية. والمنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول في ندوته الأسبوعية موضوع البرور وآثاره الإيجابية على المجتمع. وفي هذه المسائية الإخبارية كنتم تابعتم المتقاعدون بين التمسك بالعمل واختطاف أحلام حملة الشهادات. Mm-hmm.
لكم كرم المتابعة، لكم تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في أمان الله.